السلام عليكم طلاب الصف السادس الابتدائي. اليوم عندنا مراجعة لمادة اللغة الإنجليزية من الحروف وإلى بقية المواد الأخرى. الحروف الإنجليزية: واحد، عدد الحروف في اللغة الإنجليزية 26 حرفا، ويجب على الطالب أن يحفظ رسم الحروف ونطقها بشكل صحيح وربطها مع بعضها البعض لتكوين الكلمات. اثنين، تكتب بعض الكلمات بحرف كبير للحرف الأول مثل أسماء الإنسان وأيام الأسبوع وأشهر السنة وأسماء المدن والدول والبحار والقارات. وتنقسم الحروف إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هي حروف العلة والمجموعة الثانية هي الحروف الصحيحة. وكما تشاهدون أسفل، والحروف تنقسم إلى مجموعتين، حروف العلة وهي O U E I A، وتكون كما كالوجه في يسار الشاشة كما تشاهدون الآن U O I E A. أما بقية الحروف فهي حروف صحيحة، كل حرف E موجود في نهاية الكلمة لا يلفظ، ومثال على ذلك كلمة رايت ومعناها يكتب. نلاحظ ان حرف الاي لا يلفظ رايت. اما اذا تكرر الحرف مرتين فانه يلفظ مثل كلمه ثري. نلاحظ بان الحرف اي قد تكرر مرتين في نهايه الكلمه، لذلك يلفظ اي ثري معناها ثلاثه. وهناك حروف عندما تأتي مع بعضها البعض يكون لها لفظ مختلف، مثال على ذلك S زائد H تلفظ ش مثل كلمة شوب دكان. C مع H تلفظ ش مثال على ذلك كلمة child طفل. T مع H تلفظ ف مثال على ذلك thank شكرا. وأيضا T مع ال H تعطي لفظ ب مثال على ذلك كلمة they هم. B مع ال H يعطي لفظ ف مثال على ذلك كلمة elephant فيل. والحرف S إذا جاء بعده حرف U يلفظ ش مثال على ذلك كلمة شور بالتأكيد شور. أما الحروف S I O إذا جاءت مجتمعة فإنها تعطي لفظ ج تلفزيون تلفزيون. وكما نشاهد S I O التي تحتها خط تلفظ ج تلفزيون. وأما إذا جاءت T I O مجتمعة فإنها تعطي لفظ ش ش مثال على ذلك كلمة action action حركة. الآن نأتي إلى موضوع آخر وهو البرونونز الضمائر. تنقسم الضمائر إلى أربعة أقسام وكما هو موضح بالجدول: subject ومعناه الفاعل أي ضمائر الفاعل هي he, she, it, I, we, they, you. أما ضمائر الفاعل هي him, her, it, me, us, them, you. position adjectives صفات التملك هي كالآتي: his زائد اسم her زائد اسم its my our their you وكلها طبعا زائد اسم. pronoun adjective ضمائر الصفات التي هي his hers its mine ours theirs yours، وسنشرحها
بالتفصيل وكما يأتي. أولاً، ضمائر العمود الأول كما قلنا هي ضمائر الفاعل subject وتأتي في بداية الجملة. مثال على ذلك: I live in Iraq. I live in Iraq. نشاهد بأن الضمير I وهو من ضمائر الفاعل يأتي في بداية الجملة. I live in Iraq. ضمائر العمود الثاني وهي ضمائر المفعول به object وتأتي بعد الفاعل مباشرة. مثال على ذلك: Give me a pencil, please. Give me a pencil, please. نشاهد بأن الضمير me جاء بعد الفعل give. ثالثا، العمود الثالث وهي صفات التملك ويأتي بعدها اسم. مثال على ذلك: This is my pencil. This is my pencil. نشاهد بأن ضمير صفات التملك my جاء بعده اسم pencil، أي اسم يأتي بعده. العمود الرابع وهي ضمائر التملك وتأتي في نهاية الجملة ولا يأتي بعدها اسم ولا فعل، أي This is my bag. It's mine. نشاهد بأن الضمير جاء في نهاية الجملة. أفعال المساعدة: واحد، أفعال الكينونة وهي ثلاثة أفعال وكما هي موضحة: is وتأتي معها he, she, it. He is مفرد، اسم مفرد. She is, it is. الفعل الثاني من أفعال الكينونة are ويأتي مع الجمع، مع الضمائر الثانية: we, they, you. We are اسم جمع، they are, you are اسم جمع. وأما الفعل الثالث am ويأتي معه I am. هذه أفعال الكينونة وكما وضحناها. الآن نأتي إلى أفعال التملك ولدينا فعلين، الفعل الأول has والفعل الثاني have. الفعل الأول has يأتي مع قبله الضمائر he, she, it. أما الفعل have تأتي قبله الضمائر we, they, you, I. ثالثا، أفعال العمل وهي فعلين: does, do. does يأتي قبلها الضمائر التالية: he, she, it. أما do فتأتي قبلها الضمائر we, they, you, I. هذه هي أفعال العمل: does, do. الاختصارات: الآن وقد وصلنا إلى موضوع الاختصارات وكما هو موضح الكلمة مقابل اختصارها. He is الاختصار is. She is she's. It is it is. We are we are. They are they are. You are you are. Is not isn't. Are not aren't. I'm not. طبعا لا تختصر وإنما تبقى نفسها وكما هو موضح: I'm not, I'm not. Has not, hasn't. Have not, haven't. الكلمة I am, I am, I'm. He has, his. She has, she's. It has, it's. We have, we've. They have, they've. You have, you've. I have, I've. Do not, don't. Does not, doesn't. Cannot, can't. Was not, wasn't. Were not, weren't. هذه هي الاختصارات.